السلام عليكم خالتي، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله الصحه تكون لاباس. كي راكم خالتي جيسبر تكونوا بيان وبارك الله فيكم وربي يحفظكم. موضوع اليوم، قبل ما نهضروا على موضوع اليوم سمحوا لنا على الغياب خالتي نتيجه للاحداث اللي كانت صاريه. ما تيكش تجي تهضر، ما تيك دير عبر، ما تيك تجي تدخل في مشاكل الكره الجزائريه وتشوف اطفال غزه وشبان غزه وكهول غزه ونساء غزه ورجال غزه في هذيك المظهر وفي هذيك الكوارث اللي شفناها وشافها العالم باسره. واش نقولوا خالتي، رانا نتبعوا فيهم بقلوبنا وبالدعاء تاعنا. صح هذا اضعف الايمان، ولكن خالتي واش تقول، ما باليد حيله. نتمناه وبقات عند الله عز وجل، بقات عند الله عز وجل. ما عسنا ان نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. واللهم ارحم شهداء غزه واسكنهم فسيح جنانك، واللهم اكتبهم شهداء 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 يا رب العالمين. بقات عند ربي سبحانه. اما الامه الاسلاميه والامه العربيه فهي في اشد ضعفها، في اشد ضعفها. نستناو خير ونتمناو يكون الفرج عن قريب عن قريب. نروحوا خاوتي لموضوعنا وندخلوا في موضوع اديداس. موضوع اديداس خاوتي، هذا الملف الشائك، هذا الملف اللي اسال الحبل وخلى الالسنه تتهدر، ولكن الناس صم بكم لا يسمعون لا يتكلمون. عينا نقولوا ملف اديداس وظهرت الخروقات وظهرت عدة مشاكل في هذا الممول، خاصة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم وفقط. وراكم تدخلوا بالتفصيل، اديداس كممول ولا اديداس كشركة اللي همها في الأمر بإمضاء عقد أو تعاقد مع أي اتحادية، هي العملية الإشهارية أو هي عملية خاطي التمويل، وزيد عملية الإشهار باش تستفيد من حق الملكية، حق المبيعات، لي تيشيرت اللي يتباعوا، وعدة أمور اللي بيبليسيتي مع لي جوار ومضات إشهارية. هذه كشركة. أما الاتحادية تستفاد من البدالات الرياضية وكل مستلزمات الرياضية الكروية من هذه الشركة، وزيد المال اللي تدفعه هذه الشركة بارتداء النجوم أو المنتخبات الوطنية لتيشيرت أو لفانيلة هذه الماركة. حنا كي نبداو من بدايتها قبل ما ندخلوا خوتي في التصريحات الخطيرة لحسين جناد وما كسفه حسين جناد، وخاصة خاصة البريغاد سبيسيال المبعوثة في هذا الشأن. راكنا هضروا بالتفصيل، نبداو من حيث ولا من وقت سنيو مع هذا الملف. انا نعرف وكاع الناس تعرف وتتابع لتعاقدات الشركات العالمية، سواء اديداس سواء نايك سواء بوما سواء غيرها من الماركات العالمية. لما يكون هناك عقد ما بين اتحاديه وهذه الشركه، اول حاجه تشوفها خاطي لي بانو اديداس. مره ولا تشوف خاطي اديداس اديداس، كل مضات الاشهاريه تاع اديداس، زيد عندك اشهار دعائي لهذه التعاقد، تشوف اديداس. خاطر لا، اديداس هي تسويق، اي شركه هي تسويق، اي شركه في العالم هي تسويق وطريقه التسويق. اديداس تستفاد منك، تستفاد من التسويق، من بيع الفانيلات، من ومضات الاشهاريه مع اللاعبين تاعك، مع المنتخب تاعك، ربما مع التيشيرت تاعك، من كل مستلزمات الفرق الوطنيه وظهور هذه الماركه عليها. انت كي تشوف تايا الرئيس الاسبق خير الدين زاتشي يمضي في ورقه ما عرفناها مضى سنية، مش عارف انا كوشة تاع ترو فوس ترو فوس، ما عرفناه مضى على صح خاطئ صح خاطئ، كان يدير في فرض محروس، كان يدير في اختبار، ما فهمنا والو. زوج اشخاص ومضى وصدقوا السلام عليكم التحق بينا. هنا تعرف باللي كاين خروقات، وتعرف باللي هذا الامضاء كان فيه حاجة. زيد كي جا عمارة، سمعنا ان عمارة غادي يغير هذا المنتوج ولا هذه الماركة، ولكن عملوا المستحيل بقدرة قادر قعدت نفس هذه الماركة. ويزيد التصريح الأخطر اللي هو تصريح رئيس آخر للاتحادية اللي هو جهيد زفيزف، لما قال خلاص غادي نقضوا على الكابا. هنا تعرف باللي هذا التعاقد كان عن طريق الكابا. الناس كانت تجي من الترك، الناس كانت تجي مع الدس المصرية هذوك تاع لي باطرو، الناس مين كانت تجي من اديداس، مي كانوا يجيبوا البدلات الرياضية للمنتخبات الوطنية. هذه تهبل من راسك، تهبل من راسك، تهبل من راسك. اليوم كي تسمع حسين جنال وتسمع واش قال، وتسمع انه يوجد فرقه مختصه او بريغاد سبيسيال من اجل ملف اديداس، وتزيد تسمع باللي الشخص اللي تعاقدت مع الاتحاديه مبعوث دوليا، تفهم كل شيء،
تفهم كل شيء. يعني الخروقات كانت كاينه، وخرجوا بعض الكلاب اللي كانوا يدرجوا على هذه الخروقات، وكانوا خاوتي عملوا المستحيل باش ما تحضرش في هذا الملف. شكون المسؤول على هذا الملف؟ وشكون خاوتي اللي كان وراء امضاء ولا بقاء هذا الممول؟ صحيح من 2020 او 21 ظهرت العلامه، وظهرت خاصه في انا هذا التيشيرت ولا التيشيرت اللي شريتهم خاوتي من موقع اديداس الام، من الشركه الام. صحيح ما نكذب عليكم ما والو، كما عودتكم بالحقيقه تسيبوا الحقيقه. وتدخل بعض المحلات او المغازة اديداس تلقى التيشيرت الوطني او تلقى الفانيله الوطنيه او القميص الوطني، ولكن بعد مرور 3 سنين او 4 سنين. ولكن المشكل ماشي هنا، المشكل في الاديداس ماذا بها تستفاد من السخاء تاع المنتخب الوطني ومحبه الجمهور الجزائري لكل ما هو جزائري، وخاصه عندنا الجاليه الجزائريه. كي تعرف انت التيشيرت ما بين 90 اورو او 75 اورو حتى 120 اورو لما تعمل تكتب بالاسم وتكتب عده امور، باش تفهم هنايا قيمه ثابته وقيمه تسويقيه ثابته، قيمه تسويقيه ثابته. اللي يهمنا في الامر طريقه التعاقد، ومن هو المستفيد من هذا التعاقد. اي اتحاديه اللي تحترم نفسها تصرح عليك خايف. مثلا تعاقدت مع ملف اديداس، عدنا مثلا من 6 اشهر ل 6 اشهر 3 اشهر 3 اشهر ولا كل شهر عتاد رياضي او عتاد كروي زائد بدلات رياضيه، بالاضافه الى البدلات الاساسيه، بدلات التدريب وحتى البدله الثالثه. وعندك كذلك خاطي كرات ومستلزمات كل ما هو داخل في كره القدم، وزيد مبلغ مالي تتحصل عليه الاتحاديه مليون زوج ثلاثه الله اعلم. هذه اي اتحاديه تحترم نفسها تقوم بهذه الاتفاق، خاصه في تلك الفتره ان المنتخب الوطني عنده نجوم، سمحوا لي خاوتي عنده نجوم كبار، زيد الى ذلك عنده خاوتي وزن على مستوى الاتحاد الافريقي او مستوى الافريقي، خاصه انه بطل كاس افريقيا. اذا كان التعاقد قبل الحصول على كاس افريقيا يكون شك، لكن بالحصول على كاس افريقيا يعيد صيغه التعاقد، او نعيد ما يسمى بصيغه التعاقد، نعيد تشغيل العقد او المباحثه في العقد. زيدوا من المال مثلا، اذا كانوا يدفعوا مليون يبداو يدفعوا 2 ملايين، اذا كانت كل شهر يجيك مثلا 1000 بدله تبدا تجيك 2000 3000 بدله، لانك بطل افريقيا وعندك تتويج قاري وعندك الساخب وعندك الجماهير متعطشه لكل ما هو جزائري، خاصه المنتخب الوطني الجزائري. هذه اي اتحاديه تحترم روحها، ولكن كي تسمع ان الامور كانت تتمشى بالكابه وان الناس وصلت وين تشري ملحواني تلاتوني باش يشوفوا فيها، وتشوف طريقه خياطه ولا خاصه البدلات الرياضيه، ابلك حل، حنا نلبسوا لك حل، حنا نلبسوا لك حل. ما كان سيرفات مو بيضاء وخضراء، ما كان سيرفات مو بيضاء وحمراء، ما كان سيرفات مو خضراء وحمراء، ما كان. وين راه رمز الالوان الوطنيه؟ وين راه رمز الالوان الوطنيه في البدله الرياضيه الجزائريه؟ هنا باش تفهم كاع التلاعبات اللي كانت. اليوم الحمد لله ان شاء الله التحقيقات تجري بسرعه، وان شاء الله هذه بريغاد سبيسيال اللي يرسلوها تكون تعطي نتائج ايجابيه في وقت قريب، في وقت قريب. وزيد خاطي كي تسمع ان هذا الانسان اللي تعاقدوا معه ملاحقا دوليا، وزاد بزديره خاوتي كشفه، وراكم نتطرقوا لهذا الموضوع اللي قال عليه الله اعلم الاسم تاعو كمال وراق الله على ما ادري، يعني كارثه باتم معنى الكلمه. كيف كانت تسير هذه الاتحاديه؟ هذا ملف واحد، هذا ملف اديداس فقط، اما الملفات الاخرى حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. يعني ملف اتحاديه ما تعرفش تسني الكونترا، اتحاديه تتلاعب كونترا تاع كيسموه تاع ملابس رياضيه، اتحاديه ما تعرفش امتيازاتها، ما تعرفش واش تسوى، ما تعرفش ان عندها نجوم، محرز واحد يجيب لك بزاف صوالح. المهم خاوتي اتهلاو في رواحكم الى مره اخرى والسلام.